في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في يوم حصاد طفرات القمح النووي، 35 سلالة خارقة نجح في تربيتها علماء هيئة الطاقة الذرية، أشعة جاما الآمنة وراء طفراتها المذهلة، وبعض السلالات تحمل 400 حبة في السنبلة الواحدة. وانتظروا مصطفى صادق رجل صناعة الورق في مصر، يكشف استثمارات مصنع بطاقة 100 طن يوميا وكيف يمكن استردادها في عامين فقط. وحصريا القيصر إبراهيم العناني، قصة كفاح ملهمة، أنشأ مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة 50,000 رأس حية. وتشاهدون ريم خليفة تصنع الشاليموه الورقي وتورده للفنادق والمطاعم الكبرى. ولأول مرة الدكتور سيد علي ماهر ينتج 3,200,000 نبات في مزارع سيمي هيدروبونيك بمساحة 2200 متر. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء، حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.